ولتعليق تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس مرحبا بكم. موقع جاست سيكوريتي يقول إن الحكومة تواصل إساءة معاملة النازحين في مخيمات النازحين، كيف تقرؤون ما يجري هناك أستاذة إيناس؟ نعم، مساء الخير. يعني مأساة النزوح والنازحين في العراق هي مأساة تضاف إلى مجموع الانتهاكات التي تحدث الآن في العراق، وهي المشكلة الكبرى، لأن هناك بحسب ما قمنا برصده كمرصد أورو متوسطي هناك العديد من المشاكل الإنسانية في المخيمات، وخصوصا النقص الحاد في المساحات وغياب أيضا التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية، وأيضا هناك شبه انقطاع لأي دور حكومي في المخيمات التي أيضا ما زالت تعاني من نقص الدواء واللقاحات، بإضافة إلى انتشار العديد من الأوبئة وأمراض الجلدية والصدمات النفسية خصوصا بين الأطفال. هذا الأمر جعل من الوضع الإنساني مأساوي في مخيمات النزوح، وبالإضافة إلى ذلك وما يزيد الأمر سوءا هو عدم تدخل الحكومة العراقية بشكل ينهي الوضع الذي يعاني منه هؤلاء المدنيون. هناك على العكس تماما، هناك إجراءات تزيد وتفاقم الأوضاع المأساوية، لأن هناك تم رصد أكثر من حالة لعودة قسرية لبعض النازحين من المخيمات وإلى مناطق غير مؤهلة فعليا للسكن، وأيضا تفتقر إلى الخدمات، وربما تكاد تنعدم فيها الخدمات. هذا الأمر نجده بالدرجة الأولى من مسؤولية الحكومة، كونها هي السلطة الفعلية والقانونية التي يقع على عاتقها توفير كافة الخدمات للمواطنين في العراق بما فيهم النازحين. نعم أستاذة إيناس، هل ما زلت معنا؟ نعم. نعم أستاذة إيناس، أيضا الموقع تحدث عن منع قوات الأمن للعائلات من مغادرة يعني البعض من هذه المخيمات، مخيمات النزوح في المواثيق الدولية، هل أجاز ذلك المواثيق الدولية، أجازت ذلك أستاذة إيناس؟ فعليا احتجاز أي شخص وتقييد حريته يعتبر احتجاز تعسفي ولا يمكن تبريره على الإطلاق. هؤلاء النازحون يجب ان يتمتعوا بحريه الحركه والتنقل. المخيم ليس سجن كبير، هو الاصل ان يكون مكان يلجا اليه الاشخاص من مكان غير امن. لا يفترض فيه ان يكون مقر احتجاز لهؤلاء النازحين، وحيث رغب هؤلاء النازحين بالانتقال او العوده الطوعيه الى مناطقهم فلا يجب ان يعترضهم احد. لذلك نعم بالتأكيد هذا يعتبر انتهاك وخرق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كذلك، وهو أمر يحمل القائمين عليه أو الأشخاص الضليعين فيه المسؤولية الكاملة التي تنتج عن عدم تحرك هؤلاء المدنيين. هناك من المدنيين من يحتاج العلاج الفوري ولا يجده في المخيم، هؤلاء يجب السماح لهم بالانتقال على الفور. طيب أستاذة إيناس، لو انتقلنا إلى موضوع الانتهاكات التي تحدث في قضاء الطارمية شمالية العاصمة بغداد، هناك من يتحدث إلى أن هذه الانتهاكات هدفها تغيير ديموغرافية هذه المنطقة، لكن عملية التغيير الديموغرافي هل ترقى أن تكون جريمة حرب؟ بالتأكيد أن قتل أي إنسان بدافع التغيير الديموغرافي أو حتى يعني بدوافع سياسية أخرى هذا يعتبر وقد يرقى إلى جريمة حرب، ولكن يعني ما نراه فعليا أيضا يتجاوز هذا الأمر من ناحية أيضا العودة الطوعية لبعض أو العودة القسرية عفوا لبعض المدنيين ومنع آخرين من العودة الطوعية لمناطقهم. هذا الأمر أيضا يشير إلى نية مبيتة لتغيير ديموغرافي على أرض العراق، وهذا الأمر غير أو لا يجد سنده في القانون فعليا. لا يحق للسلطات أن تمنع مواطنين من التحرك بحرية في إقليم الدولة، بالإضافة إلى كون أن أي اعتداء على سلامة وحرية الجسد بهذا الدافع أو بهذا المبرر هو يعد انتهاك خطير وجسيم على حقوق الإنسان، ويستوجب أيضا المعاقبة والمحاسبة الفورية. أستاذ إيناس، أخيرا، هل من سبل قانونية لإيقاف الانتهاكات ضد النازحين بشكل عام؟
السبيل القانوني الوحيد هو العمل على إيقاف سياسة الإفلات من العقاب. هناك العديد من الانتهاكات التي تحدث الآن على أرض العراق ولا يتم التحرك بشأنها مطلقا، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القضائي وأيضا على المستوى الدولي والأممي، لأن أيضا هناك تقصير من المجتمع الدولي من أجل محاسبة الأشخاص أو أطراف النزاع المتواجدين على أرض العراق. قبل يومين صدر قرار لتشكيل لجنة من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق، ولكن مع تغييب واضح للجرائم التي ارتكبت من قبل التحالف الدولي وأيضا الحكومة العراقية والميليشيات الموالية لها، لماذا لا يتم التعامل على قدم المساواة مع كافة الأطراف الموجودة على أرض العراق؟ لماذا يتم انتقاء العدالة بحق هؤلاء الأطراف؟ هذا الأمر نجد أيضا أن المجتمع الدولي مسؤول عنه، وأن استمرار الانتهاكات الآن في العراق هي مسؤولية المجتمع الدولي بعد الحكومة العراقية بالدرجة الأولى. من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إيناس زايد، شكرا جزيلا لكم.